عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مساء الخير، مساء الفل، واش راكم؟ توحشتكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكامل المشتركات جدد، ونقول لكم مرحبا بكم، نورت القناه. مشتركاتي الوفية طبعا نرحب بكم من جديد، ونقول لكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله البنات في فيديو جديد كما راكم تشوفوا، راني لابسه حوايجي. المهم اليوم ان شاء الله راهي جايتني صديقتي المصريه، جايه تزورني بمناسبه العيد. البنات راني فرحانه بزاف بزاف بزاف، لانه كما قلت لكم يعني ما عنديش شكون يجيني هنايا. صح كاين اقرب تاع اهل زوجي يجيو، اهل زوجي بصح انا هنا يعني واحد ما يجيني في داري. اليوم ان شاء الله كي قالت لي هي راني جايه، حسيت بواحد الفرحه. يجوني ضياف، حتى انا البنات متمنيه انه يجوني ضياف، نرحب بهم، نحط لهم هكا في الاعياد هذاك. فرحانه 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 والله العظيم، فرحانه بزاف كي قالت لي راني جايه ونجيب بناتي. الله يبارك، ما شاء الله عندها 3 بنات. ما نحكي لكم شو بعد، ان شاء الله تشوفوا معايا في الفيديو. تجي نذوقها في الحلويات الجزائريه تاعنا، في الكاطو نضيفها. الله الله. المهم البنات قبل ما نبداو الفيديو تاعنا، حبيت نشكركم بزاف بزاف على لي ميساج اللي وصلوني في الانستغرام تاعي، واللي قالوا لي زين برام راح يفتحوا الحدود، زين برام فتحوا الحدود. شكرا شكرا بزاف بزاف، والله العظيم فرحتوني البنات من كثرة الرسائل. ما عرفتش وين هي اللي نقراها وين هي اللي نخليها عليكم، رسائل بزاف بزاف. شكرا شكرا. كاين اللي قالوا لي اول ما قرينا الخبر جيتينا في بالنا، شكرا بزاف. حتى انا والله العظيم فرحت، كانوا البارح اعلنوا البنات بالنسبه كاين اجراءات بزاف شديد، وثاني فتح جزئي ممكن ماشي كامل الدول اللي فتحوا معاها، الله اعلم. حسب ما راني نسمع مازال مصر ما كاش الدوله اللي فتحوا معاها. انا الفرحه اللي فرحتها حتى لو ما كاش مصر مثلا يزيدوا يطولوا شهر، والله المهم فتحوا. بكم البنات واحد الاحساس، مثلا واحد الاحساس كي يقفلوا عليك المطار، تحسيك شغل بلادك راهي مقفوله عليك، والديك راه ثم مقفوله عليك خلاص. بصح كي يكون مفتوح كي فتحوا هكذا صراح قلبي. علاش؟ نورمال دوك يفتحوا في اي وقت قادره نهبط، الحمد لله. مازال لي الباسبور تاع عمر، السمانه الجايه ان شاء الله نهبط نجيبه من القاهره، باسكو خلاص كمل لي الحمد لله. غير هكذا كي يفتحوا برك ان شاء الله ونشوف ان شاء الله وقتاش نهبط. المهم دوك راهي عندنا ساعتين تاع العشيه، انا دوك نوض نوجد واش راح ندير. راح ندير تاي، هنا ما يشربوش قهوه وحليب كيما حنايا، ندير تاي، نوجد الكاطو تاعي، لبست لولادي، نوت لبست انا، لبست لولادي ثاني وجدتهم، ودوكا نروح نوجد في الكوزينه وتروحوا معايا. هذا البنات هذا البارح اللي سيحوا لي عليه الشاي، خفت ما يتنحلوش يا اخي، حتى نغسلته والحمد لله تنحلوا هذاك الشاي. ها شوف انا نحسب الشاي ما يتنحاش، يعني ماشي شاي غبره، شاي مداير في الكاس وكل شيء. نفرش هذه، وكما تعرفوا هذا الصينيه نحط فيها. دوك نجيب الكاطو. We'll be right back.
هنا كما راكم تشوفوا البنات، هذا واش وجدت لها. هذيك البنات البسكويت اللي داروا المصريين، هذاك طلعته لي عجوزتي، المهم حطيته معها. وهذيك الناعم اللي راكم تشوفوا فيه، وهنا حطيت الحلويات ثاني، حطيت التاي، قلت تشرب التاي. كما قلت لكم ما يشربوش قهوه وحليب، وحطيت لهم ثاني الجازوز. هيا قولي لي رايك، ايه رايك في الحلويات الجزائريه؟ حلوه خالص، تسلم ايديك. والله ايه رايك يا مليكه في الحلويات؟ جميل. ها شويه ايه هي مكسرات، فول سوداني، فول سوداني، فول سوداني، حلوه طحينيه، كل ايه رايك؟ جميل. وانتي؟ والله والله جميله، حلوه قوي، تسلم ايديك. يا انا مبسوطه اصلا ان احنا جينا. والله والله عارفه، والله العظيم شرفتوني. بس بقى شفتي البخاخه؟ لا شكرا، والله تعبتي روحك والله العظيم. والحاجات بتاع اللي بعتيهم في العيد، لا حلوين خالص، والله فرحت. البنات هذه هي اللي بعثت لي الموديل، بصي المقروط ده اللي قلت لك عليه، هو ده اللي عملتي به، اللي بعثتيه لي المكبس، المكبس هو ده اللي عملتي به، وجابت لي هذه معاه. اعطيك الصحه، شكرا والله شكرا. بصي بيجي معاها الغيارات، يعني ما تلبس تغيريها. شكرا والله العظيم، انا قلت ان انت شاطره، ويعني بصي مش هجيب لك حلويه ولا طوبه ولا كده. بسم الله ما شاء الله. شكرا والله العظيم، شكرا. انت اجيب لك حاجه تفتكريني بيها. شكرا. والله حلوه خالص، اقسم بالله. تحطي هنا بقى اللي انت عايزاه، ميه، كلور، اي حاجه، اهي تمليها بقى وتبخي وترشي. يا مليكة تعالي أقول لك، تعالي غني لهم واحدة. يلا غني، شوفوا شعري، هذه اسمها مليكة، هيا غني لهم. مليكة غني لهم واحدة مكسوفة، لا ما تتكسفيش، هيا غني. شوفوا عن وش عندها، شوفوا شوف وش عندها، هيا غني لهم واحدة، واحدة بس، واحدة بس، غني لها. وشعرها حلوين البنات، راه مروحوا الضياف اللي كانوا عندي. عباك حاولتها باش تزيد تقعد اكثر، قالت لي خلاص راح الحال. جات تقريبا على الربعه كذاك، دوكا عندنا تقريبا ستة ونص خرجت، قالت لي خلاص يعني طولت شويه. قلت ما كفا اصلا، شوف والله ثمثم فات الوقت ما حسيتلوش، خلاص قلت لها كون استيقعتي شويه لسبعة ونص ولا وروحتي. قالت لي المره الجايه ان شاء الله ونقعدوا قاعده مليحه. المهم عجبهم الكاطو كيما شفتوهم، شوف عجبهم الكاطو وعجبهم بزاف بزاف، كلاو منهم الحمد لله. اول مره يذوقوا الكاطو الجزائري، قالت لي الطعم تاعو هايل هايل. المهم نشكرها بزاف بزاف اللي زارتني، وحتى انا حسيت باللمة، حسيت انه جاوني ضياف ونسوني، والله العظيم ما تصوروش الفرحه اللي راهي عندي، بالك راه يبان من وجهي، بصح فرحت 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 كي جاوني. حتى بناتها ما شاء الله انا نموت عليهم. شتو اللي جابتها لي؟ شوفوا كل مره تبعت لي مسكينه هديه في العيد، في العيد هذاك الطابع اللي وريتكم اللي درت به المقروط، هي اللي بعثاته لي، وبعث لي معاه شويه حوايج الجوري تاع العيد، حوايج العاب هكذا تاع العيد. وشوفوا واش جابت لي دوكا معاها، قالت لي مبغيتش نجيب يدي وما بغيتش نجيب لك، قالت لي يا مثلا الكاطو، ولا قالت لي على بالي بك بلي ديري الكاطو، قلت نجيب لك هذه. شوفوا جابت لي هذا اللي شفتوه، كثر خيرها بزاف بزاف بزاف، نشكرها. المهم البنات كيما راكم تشوفوا دارستي مزال توجع فيا، دوك ان شاء الله راني رايحه للطبيب كي روحت، دوك الطبيب يفتح لنا 7:30، هذاك هو نروح نحجز عنده ونروح باش يا يشوف ينحيها لي، يا يدير لها حشو، ما على باليش والله ندير لها حشو مؤقت، ولا انا عندي هذا الاخر كانت العام اللي فات كي كنت بالحم داروا لي حشو مؤقت بصح ما تحركتش خلاص، هذه ثاني دوك نروح ندير حشو مؤقت، يعني خاطر خلاص ما قدرتش البنات، صورتو زادت كسرت لي
زيت كسرتي بقى غير بقى تكسر لي نص وبقى طرف فيها صغير هذاك هو اللي نروح ترى ونشوف قبل ما نروح لما الدنيا تاعي هي الاولى هذه روحي هاتي البامبرز من الارض ونهز الحوايج هذو في الصالون تاعي هذاك هو تكون 7:30 نروح نحجز ساعه عند الطبيب.